راب باربيكيو ستيك ساندويش. الراب اللي هي الساندويش الملفوفة، احنا رح نعملها شوية. نعم، راب باربيكيو ستيك ساندويش، بدنا نعمل خبز فرنسي محمص أو تورتيلا، نص كيلو قطعة ستيك ريب آي أو ممكن نجيب روست بيف، هلأ بنحكي، بالإضافة إلى شوية زيت نباتي، قطعة زبدة، ثلاثة بصل مقطع سلايس أو جوليان، ملح وفلفل من الكسيح، ثوم وبصل بودرة، كركم وهيل اختياري، هاي نكهة شرقية تماماً ما إلها دخل بالسندويشة بس أنا لازم أحطها، بهارات ستيك ناعمة خشنة أو بهار لحم أو بهارات سبعة من إسنان، بالإضافة إلى جبنة شيدر سلايس، باربيكيو لدهن الخبز، إذا بدك تحطي نكهة تانية مثلاً مايونيز بصير، فتر أبيض مقطع أو مفروم، بخاخ زبدة من الكسيح لتحميص الخبزة. يا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا إحنا عم نحكي عن شوية لحم وقطعة من الخبز الفرنسي أو خبزة تورتيلا مثلاً، أو ممكن نستخدم خبز حمام حسب الموجود في بيوتنا. رح نستخدم نكهة الفطر الأبيض مقطع أو مفروم، ورح أجيب شوية لحمة من قطعية الريب آي وأقطعها بيف ستروجانوف أو جوليان أصابع، زي ما بتسميها أنت سميها، أنت حكي له قطع ليها شاورما، خلص اللحام بفهم عليك. قطعية الروست بيف هي عبارة عن أو قطعية الريب آي هي بتيجي فاكيوم مبرد، مش مجمد، مبرد، فاكيوم يعني مسكرة، وبكون حواليها السوائل الدموية. بفتح لك الكيس، أنا بفضل إنك تستخدمي النوع اللي هو الإفريقي أو الأسترالي، لا بلاش أسترالي، خلينا على النيوزلندي نخب أول، بيكون مكتوب على الكيس، فإذا اللحام ما ورجاكي أنت اقرأ، قولي له لفي الكيس بالثلاجة خليني أقرأ. هلأ أنا جبتها مبارح من المؤسسة العسكرية، صراحة نوع اللحم ممتاز، قولي له إحنا شفنا الشيف وبدنا منها، زي ما كتير ناس هلأ عم تزور مؤسسة وعم تتحدث في نفس الموضوع، إنه شفنا الشيف اشتغلت بكذا، من وين بدنا نجيبه. فكل إشي أنا بتشوفوه أمامكم، كل شيء رح تلاقيه أمامك في المؤسسة إن شاء الله ما رح تتغلبي. هلأ إحنا شو بدنا نساوي؟ هاي اللحمة عادة الشيف بتقول حطيها بمقلاية درجة حرارتها عالية على الغاز لحتى نسحب السوائل الدموية. المرة هاي لا، شو بدنا نساوي؟ بدنا نروح على مقلاية محطوطة على الغاز ونحطها على درجة حرارة عالية. هي صح سندويشة بس هذا نوع اللحم اللي مبرد، أو خليني أحكي المستورد، إحنا لحمتنا في بلادنا زاكية لأنها مدهنة، وحسب مراعينا الحلوة في بلادنا ومحافظتنا من محافظة لمحافظة تأخذ النكهة دائما الصح، تمام؟ فهذه القطعيات في منها إشي طيب وطري، خصوصا إذا كانت برايم أو فيها نسبة، هلا بقولكم شو هذا. اللحمة اللي موجودة في بلادنا فيها نسبة من اللي هي الدهن، في القطعيات الأجنبية بنحكي عنها برايم، يعني قطعية اللحمة بيكون فيها خطوط أبيض كتير كتير كتير، بس خطوط رفيعة ما بين أنسجة اللحم. هاي اللحمة وهاي القطعية عندي من الروست بيف صراحة إذا أنت شايفة ما فيها دهن أبدا، فالمنطق بيقول إنها لما تشم النار، نحكيها بالعامية أو بمصطلحاتنا في المطابخ، شمت النار. شو يعني؟ يعني أخذت درجة حرارة المقلاية والغاز، فبالتالي تحبس فيها السوائل الدموية، إذا رح تشد وتصير تهلك. فأنا كست بيت بشتري هاي القطعية بسعر مش غالي، بس بحط المقلاية فاضية، عملت فيها، رطبت أنا جزيئات المقلاية من جوا، حطيت فيها تقريبا نص كاسة الشاي. هلأ شو بدي أعمل؟ بدي أنزل عليها قطعية اللحمة، رح تعطيني جو من الستيم أو البخار على جزيئات اللحم، فبالتالي شبه أني أنا مش بدي أسلقها، بس أنا بدي أدعمها لتضل قوامها صح بدون ما إنها تشد معي. لهيك رح نهدي النار ونسمح للحمة تنزل سوائلها ونغطي عليها بغطايا عشان تستوي معي وما تضل مثل الكوشوك، حاشاً نعمة طبعاً ولا تشويه. شو بدنا نحط؟ الكركم عشان أنا أدير بالي باللحم، بعض أنواع اللحم المستورد عشان تكوني عارفة بقلب لونه أسود، فأنا عشان أضمن شو نوع اللحم اللي أنت جايبتي، خلص خلينا بالسيف سايد. رح حط أنا وياكم ربع كوب أو ربع معلقة صغيرة من الكركم، قيمة غذائية ولون ذهبي، تمام؟ على اللحمة. وكمان رح أحط الهيل المطحون. ما في وصفة ستيك بالعالم أو وصفة لحم مستورد في العالم فيها هيل، أصلاً هم ما بيعرفوا إلا نادراً بالغرب أو بأوروبا، ولكن إحنا بمطبخنا أنا مع
انه كشف او كست بيت. انا مع انك تجيبي وصفه اجنبيه ترجميها عجبتك تسويها في بيتك، بس مع مراعاه انها تناسب بيتك واهلك واولادك. يعني اولادنا كمان للاسف مع التطور هذا الرهيب اللي صاير بطل يعجبهم العجب، وحتى بتحسيهم صاروا يفهموا بالاكل الزياده عن اول، خصوصا الاطفال او المراهقين. فانا شو بدي اعمل؟ راح اعلي الغاز، حطيت عليها الكركم، راح ادير بالي على لونها، ما حطينا زيت وحطينا عليها الهيل، اتفقنا؟ هلا خليها تستوي براحتها وراح اضل اقلب فيها، بس بالمقابل اهم شيء انك انت ايش تغطيها عشان ندير بالنا على عمليه الستيم او غليان المي سوائل اللحم، فخليها تستويها. بعدين نروح انا وياكم هلا نشتغل في الصوص اللي راح يغلف هاللحمه. بعد ما اللحمه استوت بدنا نشتغل بالصوص اللي بدنا نشتغله. بدنا نجيب شويه بصل جوليان. البصل بشكل عام احنا على ابواب الشهر الفضيل مش ضايل كتير، يعني ان شاء الله بيجي علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب بالصحة والهنا وهدات البال. اي وصفة في الدنيا عندك مفتول، سندويشات ستيك، مسخن رول، اي اشي عشان ما يوجع معدتك وكمان ياخد هذا اللون الحلو، يضل فاتح وما ينحرق وما ينفخ المعدة ونتخلص من سوائل البصل. دايما هذا البصل زي ما هو على الحل بتحطي نقطتين مي ومعلقة سكر. السكر بخلي المي اللي في البصل تنزل بسرعة، تمام، نتخلص منها، وكمان بنفس الوقت السكر ما بخليه ياخد لون. فبالتالي هذا لو قعد البصل عندي دبلان دابل على دبل على المقلاية، بس كمان زي ما انتم شايفين ماسك حاله تماما. رح ارفع لك حبة بايدي تشوفي كيف البصل على الاخر ماسك حاله وابدا لا انحرق ولا اشي، مع اني انا مش حاطة عليه سكر بني. هيو مشان هيك إذا بدك وفكرتي تعملي رولات مسخن راح تدعي لي. شايف البصل دايب ها على الآخر، وهذا اللي عليه مو زيت، هذا اللي عليه ميته منه فيه مع شوية سكر، تمام. شو بدنا نساوي؟ راح نجيب شوية زيت نباتي، بسم الله الرحمن الرحيم، زيت نباتي، وكمان سندويشات الستيك أو راب ستيك أطيب إشي معها الزبدة. فإحنا راح نساوي درجة حرارة المقلاي بالزيت بهالطريقة، نفس المقلاي اللي عملت فيها البصل صراحة. راح أحط شوية زبدة وفورا راح أحرك هالمقلاية كرمال ما تنحرق الزبدة. بعدين راح أرجع البصل وفورا راح أدعمه مع الفطر الأبيض. هلأ اللي رح يلون الخليط اللي هو لون البصل، فطر أبيض قشرته قطعته نظفته أموره تمام، حطيت عليه شوية ليمون. الساعة 7 الصبح كان مفروم فما سود معاي، محطوط عليه ليمون وكمان بضل ماسك حاله مع الليمون في داخل الساندويش، بس أنا فرمته لأنه هاي ساندويشة فما بدي كل مكون يكون رايح بجهة، لا تكون يعني شغلنا وساندويشتنا مزبوطة. فاللي رح يصير رح نقلب البصل مع الفطر والزيت والزبدة، وكمية البصل مش كتير ومش قليل، بس اللحمة هاي صراحة بيروح معها بصل وكتير طيب معها بيلبق لها، تم. بعدين رح ندعم المزيج بشوية كركم نكمل النكهة، صح؟ اللحمة اللي رحنا عليها بهار الستيك. بعدين بدنا نحط ثوم وبصل بودرة، ايوه ثوم وبصل بودره، كمان بهار ستيك او بهار بهارات سبعه، ما هي بالاول وبالاخر بهارات لحمه، فيعني شو بدك انت تستخدمي ايش في عندك حطي. بدي اورجيك الكركم قبل ما احط البهارات السبعه، شوفي ما احلى البصل صار لونه بجنن. يعني الكركم غير انه مفيد للجسم كمان بيشتغل على لون على الغاز، بيعطيكي اشي حلو خصوصا انه اللحمه ممكن تغمق معانا. طيب كمان رح نجيب البهارات السبعه او بهارات مشكله من بهارات اسناد موجوده باغلب الدكاكين والسوبر ماركت والمحلات، يعني مو شرط مولات للستات اللي بتبعت، مو شرط مول، اي سوبر ماركت موجود، سعره مش غالي والكميه واهيه صراحه منيحه فيها بركه. بعدين بهارات الستيك انا بفضل ما تجيبي ناعمه ومطحونه، بفضل تجيبيها خشنه، وهي صراحه عاده ما تباع مع المطحنة تبعتها، فأنت بتاخدي النكهة فريش. شوفي شو صار لون البصل مع الفطر بجنن،
بطل غامق او على سواد. فهذا بهار الستيك بيجي معاه مطحنته منه فيه. فانت شو بتساوي؟ بسم الله، منه بتحطي البهار خشن، ومنه بتاخدي نكهه قويه، مشان هيك عاده ما بنكتر، لانه الفلفل الاسود اللي جوا حب، توم وبصل مجفف. فهي انا حطيته، حنقلب كمان. هلا المي اللي صارت تحت من وين؟ مش زيت ولا بصل، هي مية الفطر، عشان هيك بضل احرك عشان اوزع درجه حراره المقلايه. فلفل اسود من الكسيح ما راح اكتر، وملح من الكسيح وموجود بالمؤسسه العسكريه ما بتتغلبي. شوف الملح امتى حطيته؟ اخر الطريق، يعني اللحمه ما عليها ملح نهائيا. تمام هيك. هلا بدنا نروح نحط اللحمه. هلا فيك تحطي هون معلقه باربيكيو صوص وتنزلي اللحمه مع الخلطه وخلص، وفيك تدهني الباربيكيو صوص مع الخبزه. صراحه انا دهنته مع الخبزه، ما بدي يغمق لي لون اللحمه للامانه يعني. فانت حره ايش بتحبي تعملي بصير. شوفي يا ستي العزيزه هالنكهه، عشان يضل شكل اللحمه حلو. هلا هون لو حطيتي لك شويه كريمه طبخ مثلا، بتصير شوي قريبة من البيف استرغانوف مثلا، بتصير قريبة كتير. فيكي تعملي لك كاسة رز، صحن معكرونة مثلا، يعني مو شرط سندويشة. فأنتي خدي بس يعني النصائح من خلال هالوصفة بيكون كتير منيح. وكرمالكم رح أحط معلقة، عشان هيك تعلق معاكم، معلقة من الباربيكيو صوص. على فكرة في نكهة باربيكيو صوص أنا شفتها بالمؤسسة وعجبني الموضوع، ألماني بنكهة تدخين، يعني فوق ما هي نكهة باربيكيو، لا نكهة مدخنة صراحة عجبتني كتير على الشغل. وهي هاي اللي بستخدمها، طعمها كتير زاكي ومش سويت، مش حلوة أبدا. احنا نعطيها هالتشويحة الحلوة، نروح نشتغل بالخبزة، بس بالمقابل رح نغطي عليها علشان اللحمة تاخد النكهات. خلينا نشوف اللحمة اللي هون، شوفي شو صار. طلعي كمية المي، أنا ما حطيت كمية هالقد، ولكن الغطاية لما حطيتها صار في عندي غليان، الغليان سحب سوائل اللحمة، والدليل إنه شوفي كيف اللحمة تغير لونها. خليني أحرك، شوفي شو صار، كأني بسلقها بس بدون ما أخسر نكهات، أنا عم بسحب سوائل بس بنفس الوقت اللحمة ما تشد، خصوصاً إنه القطعية روست بيف ما فيها دهن أبداً. بهالطريقة بتعملي قطعة ستيك أو بيف استرغانوف، خصوصا اذا كانت قطعيه اللحمه مش كتير فيها دهن. اتفقنا؟ يلا رح نروح نستخدم الخبز. بالمؤسسه العسكريه في مخبز، المخبز موزع نقاط بيع له او كاونترز بكل قسم من اقسام المؤسسه، بتلاقي فيه كل انواع الخبز، خضره ولحمه موجود، دلي، كل انواع المخللات والالبان والاجبان فيه. اغلب شركات الاردن يعني قله بسيطه جدا اللي مش موجوده. مواد تنظيف فيه، منزلية فيه، كل إشي كل إشي. فأنت بتروحي بتشتري كل الخضرة بلفة واحدة. طيب هلأ شو بدنا نساوي؟ جبنا الخبز الفرنسي، الخبز الفرنسي اللي هو بيشبه الخبز الحمام، ولكن بيكون شوي أنعم، وصراحة أنا بحسه أخف على الخبز، بحسه على الأكل أخف. رح نجيب سكين منشار اللي هو السكين المسنن الطويل، رح نحط الخبز على البورد بهالشكل عشان ما أشنتر الخبزة، ما بجيش في بوز السكينة، هيك بمشي فيها زي المسطرة بهالطريقة، وبفتح لجوا بفوت ببوز السكينة وبطلع بهالشكل. تفتح معاي زي المحلات، طريقة مرتبة، خبزة مش ممزعة، بياكلوا أهل بيتي وهم مبسوطين. إذا رحنا زرنا الكسيح رح نلاقي اثنين من البخاخات والثالث زيت زيتون، واحد زيت نباتي واللي هو زيت على الحل، زيت قلي، وهذا زيت نباتي بنكهة الزبدة، اللي هو هذا زيت نباتي بنكهة الزبدة، اللي هو كل إشي اسمه مثلا كعك معمول بتيفور، حلويات، كيك، أنا بستخدم هذا، رهيب وريحته زبدة على فكرة، ما إلوش دخل بالزيت. شو رح نعمل من بعيد؟ هلأ إذا ما عندك بخاخ الكسيح فيك تجيب شوية زيت وزبدة تخلطيهم مع بعض وبالفرشاي، بس شوفي شو الحلو فيها، إنها بركة ومن بعيد ما بتكتر. فأنا رح أحط بهالبخاخ من جوا وكمان من برا، شايفة؟ عشان هيك أنا بحب بخاخ الكسيح، لأنه بركة وأنضف لي وأوفر لي، وإحنا كستات بيوت بهمنا هذا الإشي. ريحة زبدة، يعني لو أنتوا جنبي كان
بتقدروا انكم تشموها. شو رح نعمل؟ رح نروح على الفرن رف الاوسط من فوق ومن تحت بالمروحه دقيقه، تكه بتفوتي الخبزه وبتطلعيها، رح تاخذ درجه حراره الفرن بتصير محمشه وبتضل تلمع. يعني لما انا هدول اخلصهم الساعه 8:30 قبل ما اغادر الاستديو باتجاه قسم الميك اب والهاد الى اخره، كانت الخبزه جاهزه. فلو ورجيتك الخبزه حتسمعي، اسمعي، سامعه خبزه محمشه بس هي من جوا طريه، هيها طريه اذا ما تحمصت، بس انا هون رطبت خبزتي وكمان احمشتها. فهذا تريك من تريكات كيف انت تشوفي الخبزه محمشه بس مش محروقه، زيت وزبده، حراره فرن عاليه، دقيقه وطلعيها. تمام، رح ندهن الخبزه من جوا مثل ما حكيت لك باربيكيو صوص مدخن كثير زاكي، بالمؤسسه رح تلاقوه، رح تدعوا لي عليه الماني، احكي لهم وين الالماني جنب قسم الملحمه. طيب رح نروح نجيب وحده ندهنها بعد ما حمصناها بباربيكيو صوص، بدك رانش صوص، بدك صوصات لحمه انت بتحبيها، الشباب اشطر منا بهاي القصص وذواقين صراحه بسندويشات اللحمه، هيك انا بشعر. فهم حرين، حطي لهم شو بدهم صوصات، شو بدهم يشتغلوا براحتهم بهالطريقه. بعدين رح نروح نجيب جبنه، موضوع الاجبان للي عندها عيله بفرق كثير. هاي الجبنه اذا جبتيها بحراره المطبخ رح تسيح وما رح تفك، فحتقولي لي الجبنه مغشوشه، حطيها بالفريزر خليها تشم بروده فورا بتشد. رح نحطها بهالشكل زي شكل المعين كرمال تعطيني شكل حلو لما اعمل سندويشتي بهالطريقه. تمام، ونحط لها الحشوه. شوفي لما انا سكرت الغطاي شو صار، زي الكرمله، شوفي اللون على ايش تكرملت، احنا مش حاطين سكر، كرملت على حلاوه الباربيكيو صوص. اذا في عالم الطبخ لما بسموا تخصصنا بفنون الطهي هو فن، والفن له مبدا، فلما الواحد يبلش بده يتفنن لازم يكون في عنده تركات. اذا انا حركتها شوفي عم بزيحها، صار في عندي لو ارفع لك شوي شوفي الصوص تعقد، احنا بنحكي نعقد على الغاز. كيف تعقد على الغاز؟ بسبب الحلاوه اللي موجوده في الصوص اللي انا حطيته. ما راح استنى عليها تنشف، راح نطفي الغاز ونشيل المقلاية، بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح على الخبز اللي طلعناها من الفرن ونقول بسم الله واحشيها. حبيت تحطي خس مثلا بصير، بطاطا بصير، بس لحمة أزكى لحالها. يلا يا بنت عمي حنحشيها. وصراحة لما تكون الخبز محمشة من برا ومن جوا طرية واللحمة دايبة والفطر معاي طيب، إشي رهيب. هلأ وأنا عم بعملها خطر في بالي شغلة، إذا بدك حطي مع الزيت والزبدة مغلف شوربة الفطر الباودر، هاي شايفة كيف حطيناها. طيب حنجيب السندويشة نحط لها يعني بين البنان، خلي إيدك ميزان، حطي بصل، حطي فطر، حطي لحمة مثلا بهالشكل. سوينا كتير على فكرة سندويشات ستيك ولحم بأفكار كتيرة، إشي تبلنا اللحمة، إشي عملناها سوتيه، إشي شوحناها على الجريل، يعني إذا بدكم أفكار كتير للساندويش رح تلاقوها على موقع التلفزيون الأردني، موقع المطبخ، على اليوتيوب إلى آخره. هاي السندويشة يحليلها تكليها سخنة وتقولي بسم الله وتخمشي فيها، فإذا كانت على أصولها دائما إلها نكهة مختلفة. حبيتي تحطي خس بقولك بصير. نشيك على اللحمة الثانية، شوفي كيف ما أحلاها طريت، لساها سوفت أبدا ما نشفت، لو نشفت فورا رح تلاقيها تكعكل على بعضها وفورا بتقلب لونها غامق. فهاي برضو نوع من أنواع اللي هي التركات للتعامل مع قطعيات لحم، مش غالية ومش رخيصة، فيش إشي رخيص بس كمان مش كتير مدهنة. بعد الفاصل نكون على السريع السريع حشينا كل السندويشات لنقدمها أنا وياكم بالشكل النهائي. فاصل رجعين خليكم معنا.